آخ يا ويل، اسمع يا عبد المال، ترى الصبر اكتفى، دوام الحال من المحال، امسح دموعك كف كفا. عينيهم وإيدهم سوداء متل قلوبهم، والشوك اللي زرعوا بإيديهم بكرة رح يطلع بدروبهم. جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير، وطحون الشر اللي داير مصيره يوقف بالآخر، بيتجبر بينسى انه الله كبير. آخ الله كبير، جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير. ظالم عالحريق بيوقع متل واحد ضري، والحق بيمشي عالجمر حافي وبلا جناح يطير. آخ بلا جناح يطير، جرح كتير يا هالعمر والله كتير، مر كتير وقاس الظلم مر قتلوا السر وخنقوا البسمة، حبسوا الحق ومسحوا الكلمة، نسيوا بحساب الأيام الشمعة بتكشف كذب العتمة. آخ كذب العتمة، بينسى انه الله كبير. آخ الله كبير، امور زعيم بعت لي ولا صبحي صار زعيم. وين اب صبحي؟ عوض ما بدي اشوف وشه لهالمغضوب، ما بدي اشوف وشه بنوب، ما بدنا نسمع كلامه، ما بدي اسمع منه شيء، واذا صار معكم شيء انا بالبيت بتخبروني. معلش يا زعيم معلش، تقلقنا لبو كتير. معه حق، لأنه اللي عمله ابنه ما بينعمل بنوب. والله يا زعيم المشكلة إذا غضب عليه من جوات قلبه، ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو هالجاية الحلوة يا جماعة؟ يبعت لي حمى إن شاء الله، يبعت لي حمى. خير خير شوفي، منين بده يجي الخير وأم محفوظ مكسور بخاطرة؟ يو ليش؟ اسمعي شو بدي اسمعي. شو بدك ام محفوظ؟ قال بدها تروح على بيت ام طاهر مشان تقول له لطاهر طلق لها بنتها. اسمعي بالله. شو هالحكي؟ جوزي حلف علي يمين اذا ما رحت ليطلقني، بقى مشان الله يا ام زيد روحي معي. وانا شو دخلني؟ والله ما بروح، روحي لحالك وانتي ام ميسر. والله والله
وبكسر الهاء. اذا بتروحي معه لحتى ازعل منك. انا ما رح اروح يا عم زيدة، والله ماني رايحه، وقلت لها هالحكي تروح لحالها، شنو عندي تعزيل عندك اليوم بالبيت. بعدين هي ساكنه ام طاهر ببحاره ابو مرعب مدري وين، ما بعرفها. طيب وانا شو طالع بايدي ساوي؟ وينك حبيبتي؟ انا ما فوت هيك فوتات، هاي فوتات بتخرب البيوت، فهمتي ولا ما فهمتي ام محفوظ؟ يا ام زيدو عم اقول لك اذا ما رحت بده يطلقني. روحي قولي لجوزك يلي عم تعمله حرام، سمعاني اللي له حرام. هذا اخوك من لحمك ودمك، مي حلوه تشتكي عليه، ودائما الواعة الكبيرة بتسعى الواعة الصغيرة. بس يا زعيم هو ما احترمني قدام الخلق. انت اللي عملته بابوك واخوك غلط بغلط، لازم هلا ننهيها ونطالع اخوك من الكركون. انا ما تبليت حدا زعيم. يعني شو؟ يعني لازم يتختخ بالحبوس لحتى يتعلم كيف يمد ايده على اخوه الاكبر منه قدام الخلق والحاره كلها. انا راح اخلي لك اخوك يبوس ايدك قدام كل اولاد الحاره، منيح هيك؟ انا ما بدي صالحه، ما بدي سامحه كمان. هيك لكان. هيك زعيم. شنو اخي عزمي باس ايدي قبل هالمره وما طلع مرضي لالي. كمان ابوك ما بدك تسامحه؟ والله هو اللي لازم يصالحني مو انا. هو بدك اياه يصالحك؟ ايه هو زعيم اللي لازم يصالحني، انا ما غلطت بحقه لابي، هو اللي غلط بحقي. وشلون بدك ابوك يصالحك؟ بدك اياه يجي يبوس ايدك؟ شو بلايك خرست؟ بدك ابوك يبوس ايدك ولا صبحي؟ نلع ولا نلع؟ هي بأمرك زعيم. لك شبك جاي قال بوشا؟ حكاك شي ماله تمام؟ ما حكى شي. لك شبك قال بوشا؟ غضب علي الزعيم وقلعني، قال بده ياني صالح اخي، اخي ما بدي صالحه. روق روق. كرم هات كاستين شاي. يلا على عيني، تكب بكون عندكم طلب. اعطينا نفس ارجيله. على عيني. والله انا ما بعرف شو صاير له هالابو محفوظ، ما بعرف ابنه، لما كنا من زمان بالحاره كان صوت ما ينسمع له. يبعت له حمى تسفقه، كل ما عم يكبر عقلاته عم يصغر وايدين دك ورجلين ساب. الله لا يتوه لنا راي. ايه عيوني، من وين بتحبي بلش لك؟ منبلش بالمطبخ. انا وياكي بالمطبخ؟ ليش ام زيدو؟ ايه ايدي وايدك، ما خلصت البيت بسرعه. ايه لا تقبريني، انت استلمي المطبخ وانا بستلم قرنه ثانيه، ما نخلص بسرعه. لا ستي بشتغل انا وياكي قرنه قرنه. قومي قومي. والله متاخر ام زيدو. لك ما منتاخر ما منتاخر، الحقيني الحقيني. يلا الحقيني ربي يسر. يلا هاتي لشو. يلا منين منين ما بدك. اهلين برجال. اهلين وسهلين. لا تواخذونا، ما عندنا شيء نضيفكم اياه، مقطوعين من الاكل ومن الشرب كمان. نشرب كمان؟ يعني ما عندكم مي؟ سمعان لك فراي ما عندهم مي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله، اولاد الكلب قطعوا لنا المي من العدان. مين 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 هذول اللي قطعوا لكم يا عم؟ اسمع مرعي، انت تخنت كثير ها؟ انت اسمع يا طاهر، اسمعني شو بدي احكي معك ومع ابوك. ما بدنا نسمع شيء نحن لك عمي، ما بكفي اللي عملته معنا؟ اسمع يا بي، اسمع شو بده يحكي. عن شو بده يحكي يا بي؟ عن شو بده يحكي؟ عن العطش ولا عن الجوع ولا عن الحبس اللي حابسنا اياه؟ انت ما اخذت اللي بدك اياه لك عمي؟ طب يا اخي انتوا تعمريني بخيركم، ما قصرتوا معي، بس اسمعوني شو بدي احكي. طيب احكي خلصنا. لك انا عملت هيك من شانك، شنو لما حطيت الجنزير على الباب اطمنت وارتاح راسي انه ما حدا راح يفوت عليك بهالليل ويناولك هذيك الفشخه. يا سيدي انا هي صدقتك فيها، ليش قاطعين المي؟ بحظي بشواربي مو انا اللي قطعتها. ولا انا. لك مين اللي قطعها؟ الضباب؟ الضباب مرعب. لك شو بعرفني؟ بجوز العدان اللي جاي منه المي مسدود. العدان مسدود لكان، ما راح ينفتح؟ لا شو هالحكي؟ هلا الفراري بزق لكم كم سطل مي لبين ما نلاقي حل لهالشغله. لك لا 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 اكيد انا ما بقدر، انا ضهري عم يجعني، انا ما فيني شيل شيء انا. ايوه والله ضهري عم يجعني. وينك جيب كم زلمه خليه يحمل اسطوله المي لهون وابو طاهر بيعطيهم اجرتهم، ما هيك ابو طاهر؟ وليش ما اعطيك ذهبي وتروح تفتح العدان؟ نقدر نفتح له العدان لك فراري؟ ايه اكيد بنجرب بنجرب. خلص ابو طاهر رح نرجع لك المي. تكرم انت وياه. قوم فراري روح افتح العدان يلا. لك بامرك عقيد، بامر احلى ابو طاهر كبيرنا. امشي قدامي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسرعه فراري يا بدنا نشرب شاي اليوم هون عند عمك ابو طاهر. اهلين ابو رعيد. اهلين ابو طاهر. اخي كلمتين احسن من عشره. تفضل.
شو بدك لنخلص من القصة؟ يا عيني لك يسلم لي يلي بفهمها الضايق. شو قال الزعيم ابن عمي؟ أخ يطلع من قلبي نار. ما رضي طالع أخوي، ما رضي. خليني أنا، خليني أنا أحكي معه. لا لا تحكي معه ابنه. الله يوفقك ابن عمي، والله أنا بيسمع مني، أنا بعرف كيف حنن أخوه عليه. لكن اللي ما له حنية على أخوه مو لازم ينحكى معه ابنه. روحي روحي هاتي الأكل لأخذ له يا روحي. الله لا يسامحه على اللي عمله بأخوه. الله يوقف معك يا عزمي. مثل ما حرمتوني جوزي لحرمك يا أم صبحي ويا سلفتي. ولسه الله يورجيني فيكن يوم أسود، أنا بورجيكن. يا بي يلي بتقدر تشتريه بالمصاري اشتريه، لأنه مصاري بتروح وبترجع، أما البني آدم إذا راح ما بيرجع. يا بي 50 ذهب كتير، ما عم تنهضم معي، كتير والله كتير. يا بي أنت أغلى من مال الدنيا كلها، بس نرجع لحالتنا ونعيش بأمان. أعطيه لو 1000 ذهبة يا مو رح أطق على ما أشوفك عريس وشوف أولادك. أخي 50 ذهبة بالإيد أحسن من ولا شيء، مزبوط عم بحكي ولا أنا غلطان؟ لا لا شو غلطان، أنت بتغلط أنت، بالعكس 50 ذهبة يغنوك لو البلدك دول. بس يعني شلون بدك تصالح عبود على عينة أبو طاهر؟ لك لا لا حصالحهم ولا شيء، أنا رح آخذ 50 ذهبة وفخار يكسر بعضه، لك حتى عاصم بيك بدي أغسل إيدي منه. أيوه بس يعني ساعتها عاصم بيك ما رح يسكت. ها بلا يسكت، هذا آخر كلام عندي. شو يعني؟ لا مالك حق فيها بنوب يا بشكري، مالك حق. لك شو بكون انتو لسه كل واحد بيطلع لي سنجع عرضه بده طالعني غلطان؟ لك اخي مو غلطان، بس شو دخل ابو صبحي لحتى تبهدله؟ شلون شو دخله؟ هلا صبحي ابن مين؟ ابن ابو صبحي. خلص ترباية ابوه لما ترباية حدا تاني؟ ترباية ابوه. شفت شلون؟ معناته العرق دساس. ولي طالع خلاب تمام. سلام عليكم. عليكم السلام. لو كنت بمحلك ما بخليهم ولا دقيقة ولا تكة بالحارة، بقلعه هو وكل أهله منا. أبي ماله ساكن؟ لا ما أحلاه يسكت. بس أنا يا تحسين شباب حكي أنت شو؟ يعني أنا خايف تكبر القصة وتصير مع كل الحارة. لا خايف من ابن الفران؟ الخوف من رب العالمين، بس أنا ما بدي عمي الزعيم يزعل لما يعرف أنه بلشنا فيهم. لا تخاف أنا وراك، وحياة راسك وحياة راسك، أعمل اللي بدك يا وأنا سيف بظهرك. شرفتي فخرية خانم. أهلين. أهلين فيكي، شلونك وفيقة؟ الحمد لله رب العالمين. شو عم تساوي؟ والله عم بعزل. أهلين ست فخرية. ها أم ميسر هون كمان؟ إيه الله يرضى عليها، عم بتعاوني بتعزيل البيت. إيه ما في منها، مرضية وخدومة. الله يخلينا إياك يا ست الكل أنتي. لكن ما رح حطلكن، سوني قهوة وخلوني روح. إيه أم ميسر عملينا قهوة الله يرضى عليك. لا لا أم زيدو أنتي ساوية، لأنه قهوة أم ميسر ما بتنشرب. بعدين اشتقت لقهوتك وفيقة، اشتقت لها كتير. تكرمي. شو صار معك؟ ما لسه ما فتت على أوضتها. لي على قامتك. ايه مشان هيك أنا جاي هلا بالهي أنا شوي وانتي فوتي. حاضر ربي يسر. حق الله خايفة. إذا ما كمشناها من أولها رح تفلت من بين إيدينا يا أبو صالح. والله يا فايز أبو شكري معه حق، معه حق. شو يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نخلي العيلتين يتخانقوا مع بعضهم ونورجي علينا العالم والناس. طيب الزعيم شو قال؟ الزعيم واقف مع صبحي ضد أخوه بشكري سيدو. اللي صار ما كنت رضياني عليه، وهاتي المصحف الشريف لأحلف لك. ليش أنا يلي كنت رضياني؟ إيه والله العظيم والله العظيم لو بعرف إنه هيك بده يساوي لما رحت معك. اللي صار صار، خلينا ننسايا وفيقة. عندك عندي ما انتسى شيء. شو يعني؟ أنا تأهرمت كتير بسببك، بعدت عن حارتي وأهلي وناسي مشان يرتاح بالك. مستعدة عودك باللي بدك يا. أنا ما بدي شيء منك،
أنا بدي بس الله يغفر لي. قلتلك أنا بدخلني بكل اللي صار، رح أعطيكي قرشين محرزين وسكري على المستور. أهلين تقبريني فوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا فخرية خانم. أهلين، أنت جيتي وأنا رايحة. ليش رايحة ست فخرية؟ مستعجلة، عندي شغل بالبيت. إيه على عيني، من خلصت تعزيه رايحة لعندك فورا. إيه عم بستناك على الغدا، لا تتأخري. حاضر. خاطرك وفيقة. الله معك. أهلين ست نرجس. ليش ما قلتوا لي إجي عاونكم بالتعزيل؟ إيه أنا بكفي وبوفي تقبريني. إيه يلا رح أشلح ملايتي وإجي ساعدكم. تشلح ملايتها؟ وأنا شو أعمل بحالي طيب؟ إذا أخوك عزمي بيطلع من الحبس معناها راحت عليك تمام. يعني شو؟ يعني أبوك ما رح يقسم لك بيته ولا رح يرجعك لعنده ورح يقلعك من الفرن ويرميك أنت وحرمتك وولادك بالطريق مثل الكلاب الجوعانة. استر عرضك بري وعيني، فهمني قلي شو ساوي. يابيس، خلي راسك يابيس لحتى أبوك يا يشتري لك بيت يا أما يقسم لك بيته. وأوعك أوعك تتنازل عن الشكوى تبعك. ها أوعك، وبالأخص هلأ لأنه رح تشتغل محسوبيات. محسوبيات؟ معلوم، فكرك أبوك ما رح يعمل مستحيل لحتى يطلعوا لأخوك قبل العيد. لك شو قصتك انت وياه عم تتوتوتوا؟ شو قصتكم؟ هات لشوف بري، على شو اتفقتوا؟ اخي ما اتفقنا على شيء، القصة وخصمناها، صبحي ما رح يتنازل على الشكوى ضد اخو عزمي. صحيح هالحكي صبحي؟ صحيح، ما رح تنازل، شو ما بده يصير يصير، مو هيك بري؟ هيك. بس هيك القصة رح تكبر كثير. خلصنا عبود، خلصنا. هات رجال ولا مو رجال؟ رجال وستين رجال انا. معناها لازم يرجع اعتباره بين رجال الحارة، والله اللي صار فيه ما صار بحدا والله، ليك يا حرام الشوم. أخي، رح لك ياها من الآخر. عاصم بيك هيك بده. أيوه. صب له شاي. صب له شاي. خود شراب. ابو صبحي البنت بدي اخذها، يعني بدي اخذها. مو من حقك تاخذها من بيت جوزها، ولا من حقك تطلقها منه، لا انت ولا غيرك. ماشي، انا بعرف كيف اتخلص من هالنسب. شو نسبنا؟ ما بيشرف. اطلع من بيتي انت. وانتي روحي على اوضتك. مو بس بيتي رح ينخرب وبيتك كمان يا مروة. هاي هي البقجة، بس وين الحقيقة؟ والله ما بعرف يا ست فخرية، هاي البقجة اللي لقيتها، ما لقيت غيرها. امي ميسر بدي الحقيقة، الحقيقة. طب منين بدي اجيبها يا ست فخرية وهي هاي بالزور لحتى اصف ركبي تحتي لجبتها؟ بدك تخلقيها من تحت الارض، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ حاضر حاضر، ربي ييسر ان شاء الله. وانا كل فكري انك رحتي لبيت ابو طاهر. رايحة رايحة والله رايحة يا رجال. لسا امتى؟ امتى؟ بكره بكون عندهم. لنشوف. الله لا يوفق على البلوى اللي قلتي لي اياها، الله لا يوفق. Thank you.
انت اللي خليتيني احكي معك هيك يا فخريه. بتقوم بتبهدلني؟ لانه بحياه عمري ما سمعتك عم تحكي عن بيت اخي او غيره بهالشكل. طلعت بالغلط. ما في شي بالغلط. سامحني ابن عمي. اطلبي من ربك يسامحك ويغفر لك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الله يكسر ايديك. اخ اخ دخلكم. اخ الله يكسر ايديك. لك الله يشلك ويطول بعمرك يا حق. يعني من يوم الجمعة وانتي مقلوبة قلب، شو صار لك؟ ما عم بعرف. وقت اجيتي انتي ومعاذ شفتوا حدا على الباب؟ لا. ليش؟ تصوري في واحد دق علي الباب وقال لي انه بده يعطيني مصاري. يا عم مين هاد؟ ما عرفته. يخرب بيته، رعبني الله لا يوفقه. مين ممكن يكون؟ وانت ليش ما قلتي لي من وقتها؟ خفت اني خوفك انت والصبي. سلوى انا لازم اخبر زيدو. لا 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 تخبري حدا، انا ما بدي فضايح بالحاره. بكره بيقولوا لو مو هي عطيتهم وش ما بتحارشوا فيها. نسوان حارتي وبعرفهم. قلي شو ساوي لترتاح ابن عمي؟ قلي. اطلع قلع لك هلا برطه من البيت. قلي. لو كانت رجال ما كنت استنيتك، كنت قلعتها معه كمان. الله يصطفل فيها على العملة، الله يصطفل فيها. تركيني لحالي. ما بدك تتعشى؟ تركيني لحالي. شوف حالك يا أبو صبحي، شو مساوي مع أبوك؟ شوف حالك شو مساوي حتى اجاك هيك ولد مغضوب. مرت عمي انا ما دخلني بالغضب تبع عمي. ايوه انا ماني بنته ولا له علي رضا، وبعدين الحق عليك وعلى جوزك. عمك عمي عمي بس الحق عليكم. بشغلتنا معك نحن؟ بشو؟ والله لو كنتوا عاطينه لصبحي مصاري حق بيت من الاول ما كان صار اللي صار. يعني انت قصدتيها؟ لا تحطيني بالنص بكل شيء مرت عمي، انا ما دخلني. ايوه قلت لهم بكير عاصم بيك، قلت لهم. قال لك بكير يا ابو دعاس لما ما قال لك؟ هلا هو قال لي، بس انا قلت له انه بدي اشوفك على بكير مش احكي معك سوس كلام. هات لشوف يا بيك. نحن لأيمتى بدنا نضل محبوسين مثل فيران بيته للبري؟ لأيمتى؟ خلينا نفوت على الحارة بنهار مثلنا مثل غيرنا شيء. مو هلا. بس نحن ما عنا خايفين أبشكري. بس لتلاقوا سلاح وتساوى الكام شغل اللي براسي، ساعتها رح تفوتوا على الحارة وما في ابن مرة يوقف بوشكم. هلا أنت خايف علينا من أبو شكري؟ إيه خايف عليكم، لأنه مو مصدق إنكم طلعتوا براءة من القلعة. خوش إذا شافكم رح يروحكم على الخالص. طيب شو رأيك؟ تقلنا كل شي بدك يا ونحن بنعمل لك يا أشي لفي. لا 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 الله يرضى عليكم لا تشلشوني. هلا بتشتغلوا على الهدى وشغلكم التقيل جاي بوقته. بتاخدوا ضرب طريقكم وبتروحوا لعند البري على البيت، ما بتطلعوا منه لحتى أنا قلكم. وينك؟ مر معلمك. بتجيب لهم عشا على كيف كيفك، العشا ولوازمه. وشو ما اعتازوا بتجيب له. أمرك. يلا تيسروا تكل اخلكم طريق. يلا يلا. العمى هذا لهلا ما قام الجنزير ولا القفل من الباب. ما راح يقيمه اللي قبض 50 ذهبي، ونحن كمان ما راح نعطيه مصاري لحتى يفكنا من هالحبس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يبعث لنا الهي مين يفك اسرنا. الله ما بينسى حدا يا طاهر. لا اله الا الله. قومي طاهر، قومي على غرفتنا خلينا ننام. وانت يا بي قوم نام الله يرضى عليك. شو نام يا بي شو نام؟ والله مليت من النوم. ايه خليك على راحتك. صح.
هذا القبضاي بس شفته بالحارة ما بتقرشه بنوب، يعني لا سؤال ولا جواب. أمرك عاصم بيك. يسار أمرك. والله يديمك، الله يديمك يا عاصم بيك. يفوت. يلا يلا. قالين أبو لهب فوتوا فوتوا أخذتوا الكنترول أخذتوا يلا. وهذا اللي كان ناوي يعمله أبو مرعب بالحارة. أبو مرعب عم يلعب بديله يا فراري. إيه أنا حبيت أقول لك مشان ما تقول إنه الفراري عم يأكل من خيري ويبوق فيه. شو هالحكي؟ بس برأيك يعني شو بدي يعمل معه؟ بدي يهربه من الحارة. إيوه بدي يهربه. إيه حتى إنه ما قطع عنه المي والأكل مثل ما قل لك. شو هالحكي؟ صدقني مثل ما عم قل لك عصبيك. ايوه طيب عشو اتفق معهم؟ رح احكي لك. هنيا ابو هلال. الله يهنيك. انا يا زيد من هديك الخطره كان بدي اياك تدير بالك جوات حارتك، لانه في دساس كبير عم يفسد عليكم. وعرفتوا مين هو؟ لا لا ما عرفته، بس لابد اني اعرفه. بري نحن امتى بدنا نفوت لبيت الاب مريم معاذ؟ مشان ايش؟ مشان ايش ابو كاسر بدنا نفوت؟ مشان ندور على سلاح. هذا البيت خص نص ما فيه شيء. وانت شو عرفك انه ما في شيء؟ يلي عرفني. وهذا البيت ما حدا بفوت عليه. مفهوم ابدعاس؟ اروق اروق، لانه في اللي بخصك معه. ايه لانه في شي بيخصني. بس بلا منقودية لازم عاصم بيك يخبر انه هذا البيت ما رح نفتشه. ايه خبره لعاصم بيك انه هذا البيت ما رح نفتشه. خبره. شو صاير له هذا اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دينا وزكي دينا. والله يكون معكم. الله يحميكم. الله ينصركم. الله يبعد عنكم اولاد الحرام يا رب. جاه سيد النبي. اذا كان حكي ابو هلال صحيح معناتها نحن الميه ماشي من تحتنا ومالنا دريانين. لا يا عزمي طلعت الشمس على الجوزة. طاع شو اخلع سمين؟ لا تنفس ولا انا ما بدي اتنفس. اطلع قضي حاجتك احسن ما تعملها تحتك بالهوش. اطلع اطلع سكر. تحمل ضربة رياق بتنطلع عند ابو مرعي بتقول له بدي اشوفه من الارض من كل بيت. امرك غيره. بيت الارمله بتنبشه. ليلي الليله لك السنه الجايه. السلام عليكم. الليلي ما قال لك مين هو؟ لا والله ما أكد لي يا زعيم، بس حسيته شاكك بواحد ما راضي يخبرني عنه. من هو؟ أبصر. أصبح لازم تفتح منيح. واجب يا زعيم واجب. يلا بدك شي تاني مني؟ سلامتك. يالله يالله. طيب مرعي بعشر درهمات هلا، وبس يفتح لنا الباب ويقيم رجاله اللي مسكرين علينا بعطيه الباقي. يلي بدك يا ابن عمي. روح الله يرضى عليك حضري لنا الفطور، خلينا نكسر الصفرة. طاهر من امبارح ما فات لبطنه شيء. اي والله بعت لي حمى. اي وشو مناسبة العزيمة؟ المحبة. المحبة يا ابو مرعي، عاصم بيك حابب يوجبك. ايش عليه؟ روح قل له جايين انا والفراري اللي عمدوا منه. لا رجلي على رجلكم، قال لي بجيبهم موجوده. ايه تفضل شرف. شرف من بعدها. موجوده موجوده. شرف ريتك على اسمك. شوفي ام محفوظ، انا ما بدي افتح تمي بكلمه وحدها، وكل روحتي معك مشان دلك على بيت ام طاهر وشق عليها. ماشي 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 ام زيدو. من هلا بقلكم طاهر ما رح يطلقها. الله يسمع منك يا حق. استنوني لدك ملاكتي. استنوني. عم استناك. وربي يسر ام زيدو. ام حمزه كم مشوار راحوا؟ تمام عليك.
يا معاذ. معاذ مور معلم. انت لوين واصل بالكتاب؟ معلم انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب. لا 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 لا، شب مثل حكايتك لازم يكون باصم جزء عمك كلياته. عيب ما تتعلم القرايه والكتيبه. بلا عيب معلم، بس ابي الله يرحمه لا علم لي القرايه ولا علم لي الكتيبه. بسيطه بسيطه، روح انت على شغلك. روح روح. امرك معلم. الدنيا دين وفا لك زيدو، دين وفا. وانت يا زعيم فضلت علي كوميات، طمرتني طمر، والله يقدرني سداد دين يا زعيم. قلت لي بدك يعني خليه يطلق لك بنتك؟ بيصير لما ما بيصير؟ والله ما بعرف. أنا بقول لك شلون، شبحة واحدة على السلوم بتنتهي القصة. شو هالحكي يا أبو شكري؟ شو هالحكي؟ هلا بدك يعني اشبحوا على السلوم مشان حكاية عاطلة؟ هيك كثير عم تعملني ظالم. أنا كل اللي بدي إياه منك خلصني من هالعيلة، وقد ما كلفتني تكلف. ما فيني يا بشكري، ما بحسين هاي القصص العائلية الكركون ما بيقدر يتدخل فيها. المعنى شوف عمي، اني اجبره يطلق ما بطلع بايدي، اما من جهة اني اقتله واضربه وحتى يا سيدي احبسه بس كرمال اللي مساوي، هاي لحالة ماشي. ايوه هذا آخر كلام عندك؟ آخر كلام؟ بسيطة أبو جوهر، بسيطة. إذا تسكرت باب تنفتح معي بمئة باب، ولا يهمك. ميسر الله معك. مين هدول الشباب اللي واقفين على باب بيته لأبو طاهر؟ وليش الباب مجنزك بالجنزير؟ ليش هذا باب بيته لأبو طاهر؟ ايه خلونا نروح ونرجع على بيتنا. أول يا من وين بدنا نروح؟ شو بيعرفني؟ من قدامهم ما بقى نمرق، خلينا نلاقي لنا شي دخلوشة. يلا على يلا يلا أوه. 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 والله يا عاصم بيك أنا عم فكر إنه نجيبهم كلهم سوا لعندك لهون، نحطهم بالزريبة تبع الدواب، خلي أبو طاهر يوافق قصبا عنه. لك أنت منين بتجيب الأفكار؟ منين؟ مو ظابطة بنوب؟ بعدين نكشف حالنا قدامهم. إيه والله معك حق، مو ظابطة، لا مو ظابطة. لك بس أنا اللي بدي أفهمه، ليش لهلا ما وافق؟ ليش؟ مع إنه صرنا جمعة نحن قاطعين عنهم كل شيء. هذا بده يكون عنده مونة مدبر حاله فيه. الظاهر لازم نستنى عليهم جمعة تانية. ايه منستنى. شو عليه؟ شو لك فراري؟ هيك بدنا نقضي على شوح لويح وامرك وحاضر. امتى بدي كحل عيوني وشوفك عقيد؟ ما استبعد شيء، قربت. وانت لك بري ما بتبالك البقواتية، لك تخيل عينك انت. يا عيني العقيد الفراري وبري بيك. ولا عينك ولا عينك ولا حطي صوتها. عبود شو وينه البري؟ ما عم يبين علينا. هذا البري له شغلات وصبحي. شغلات شو؟ طول نهاره قاعد هون وعم يرقي. بيروح بشقله على الارض لعاصم بيك الفتره. بس انت شو بدك فيه حتى عم تسال عنه؟ والله عم اقول لحالي يا عبود يعني انه لازم اشتغل لي شي شغله انا، يعني سلامه خيرك جيبي بلشت تفضى وشوي تاني راح صفي. ايه مو غلط، هلا بس يجي اساله بركي بيلاقي لك شي شغله عند عاصم بيك. ايه والله. يلا اختي كل وحده تروح على بيتها. يلا يلا خاطركم. مع السلامة. الله معك. وهي غيره قول ادعي لي. لك يا صبحي الزلمه ما لح يقصر معه، وبعدين حتى اذا ما اشتغلت عنده ما بيرد دخايه.
يا بس يعني ما عم تفوت على راسي، شلون ما اشتغل عنده ويعطيني مصاري؟ يا اخي شب انا صبحي عم اقول لك الزلمه مو بعينه. خير ميمي شو في؟ امي في رجال واقفين قدام بيت ابو طاهر وحاطين جنزير، بقى الله يرضى عليك. شوف شو قصتهم وشو صار معهم، اوام الله يرضى عليك. ايه خلص خلص تيسري انت، روحي الله يعطيك العافيه، روحي. لا طول علي، عم بستناك. ايه خلص بدي اعرف شو صار. لا تاكلي هم. يلا سلام عليك. روحي امي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو حمزه استلم عواضي، انا رايح براسك. شو بو؟ يعزيني بقامته. فوت. تصرف زيدو، تصرف. عادل اللي زعيم لحق زيدو انت وكل رجال الحاره. امرك هلا، لا تخليني احلف يمين معصم انه بنتي ما عاد ترجع لعندهم لو شو ما صار يصير. ايوه تركيني حل على كيفي، لا تزايريني. طيب شو راح تساوي ابن عمي؟ بدي ربي لصبحي، بدي خليه يندم على اليوم اللي تطاول فيه على بنتي، ولأبوه بدي دفعه تمن تقليعتي من البيت. بعد اليوم خلص ما عاد اسكت لحدا بنوب، ولا أخوف حتى لو كان عرف عليني وبي. نلع من هون قوية. شاطون عرضا يحبونه نلع بقى. شوف يا مو شو اللي صاير. دير بالك يا ابني، دير بالك يا ابني. جيبوا غراضكم وتعوا اوام. يلا يلا اسمعوا يا حارة الضرعي، قولوا لنا للوسواس زينو بده يكسر له راسه. الحمد لله. لك من حق ابو مرعي. ايوه ليش ما عم بجوز الفراري؟ مو حرام عليه؟ انا والله من ناحيتي بدي زوزه، بس هو ما عم يضب ايده. ليش شو بتكلف جوازه دخله؟ هو مو ناوي على الزواج، مو هيك فراري؟ لا ناوي ناوي، بس يعني هلا الزواج بتكلف. انا والله منتوف. هلا لا تاكل هم جوازتك وجوازه البري علي انا. والله خلينا اياك يا بي. والله انك كفو. يعني نحن هلا خلينا نخلص من الشغله اللي بين ايدينا، وان شاء الله بعد منا منزوزهم بيوم واحد. هو هيك ان شاء الله. ان شاء الله. الله الله يرحمك يا امي، لما فصلتي لي ديارة الولد قلتي لي بس يجيكي صبي لبسيه. ما جاني أولاد يا أمي، ما جاني أولاد. سلام. سلام يا زعيم. امشي هو خلينا نشوف شو صاير. ليش نروح؟ ما بدي هلا بشوفني أبي. يمشي امشي. تأخروا لك، تأخروا. يا رب تسهل، يا رب يا رب تحميهم يا رب. حدا يخبرنا شو صاير معهم؟ هلا بنعرف امام يسار، هلا بنعرف. ايه بس يجي زيدو بيخبرنا. ايه لا حول ولا قوة الا بالله. لك صبحي شو انا؟ ليش جبتني على كبابات وشي من الحارة؟ ما بدي اشوفه لابي مشان ما يحكرني طالع اخي عزمي من الكركون. ايوه هلا بهي معك حق، بس بدي اعرف ليش اهل الحاره مجتمعين. ما رح يتخبى شيء علينا، اي شيء حيصير بهي الحاره رح ندرى فيه. ريح لي حالك انت. قلت شرفت الحاره برجعتك يا ابو طاهر. اي والله اهلين بالزعيم. الحمد لله شفناك راجع بالسلامه انت وعيالك يا ابو طاهر. يحسن حمدك، يحسن حمدك ابو فايز. يا سيدي الله لا يحرمنا هالطله يا ابو طاهر. خلينا اياك.
اهلين وسهلين فيك ابو طاهر. لك ميت اهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتكم، شرفتوا. الله يسلمك يا ابو شكر. انا انت حالي ليش رجال مجتمعه؟ داري ابو طاهر رجع على الحاره. اسمعوا يا جماعه، كلكم اليوم العزيمة عندي بمناسبة رجعة الغالي للحارة. حييك زعيم، حييك زعيم، شرف شرف. بطل الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك. الله معكم، مع السلامة. عم طاهر يا عم طاهر. كان لازم يطلع منك يا هالبيت. وينك؟ لا تفرحي كثير انت وبنتي، لا تفرحي كثير. معقول يا ابي يقتلي فرحتي برجعتهم على الحاره يا مو؟ وكلي الله يا امي، وكلي الله. ليش انا حظي هيك؟ إلهي تمم لك بخير يا حق. حليتي كتير للشاي، بإذن الله ما عاد يطلعوا من الحارة. يا ريت تكمل معنا الفرحة يا ابن عمي ويطلع عزمي من الحبس وصبح يرجع لعقله. يا ريت يا ريت وألف يا ريت. عزمي بإذن الله بكرة بده يطلع من الحبس. صحيح ابن عمي؟ مثل ما عمل لي. أهلين عاصم بيك. أهلين عاصم بيك. شو أصلاً أهل الحارة؟ لك شو صار بالشاي يا كرام؟ أهلين عاصم بيك. أهلين نورت. كانوا رايين ما دهلوا لأب محفوظ. دهلوا أب محفوظ؟ أهلين عاصم بيك. شو القصة أب محفوظ؟ ليش ما دريت؟ لا شو في؟ أبو طاهر رجع الحارة. شو هالحكي؟ بري الحاني. الله يعطيكم العافية. لك ما قدرتوا تقتلوهم بأرضهم؟ لك شلون خليتهم يطلعوا الحارة سلة؟ شلون خليتي؟ امشي فراري. شو اللي عم تقوله بري؟ لك شو اللي عم تقوله؟ مثل ما عمل لك فاتوا على الحارة، ومو بس على الحارة وعلى البيت كمان، يمكن هلا بلشوا يطبخوا. ماشي. لك عبود؟ عبود؟ والله يا عاصم بيك، أبو طاهر رجع على حارته وما عاد يطلع من بيته. لا 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 لا، مثل ما فات على الحارة رح يطلع منها. لا سيدي ما رح يطلع منها. شو زعيم؟ شايف عم تمدله كتير لزيدو؟ طولان حبله ما؟ زيدو واحد منا، واللي عمله اليوم بالحارة ما حدا بيعمله. اللي سواه رح يشعل الحارة أكتر يا زعيم. شلون بقى؟ عبود ما رح يسكت، الولد لسه دماته فايرين. لايمتى بده يضل دمه فاير يعني؟ بعدين هدول الجماعة أهلنا ومن حارتنا، لايمتى بدهم يضلوا محبوسين بحارة تانية؟ القصة ما بتنحل هيك يا زعيم. انتو عم تصبوا زيت على النار، وانتو رح تحرقوها للحارة على الآخر. زعيم الحق، عبود هاجم على بيت أبو طاهر. على طيف. إلك مني عشر ليرات دهب بعد ما تريحني من السعي. We'll be right back.
أنا اللي سويت عيشتك. لك ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ ما عاد اسكت لحدا بلوم حتى لو كان على عيني ولي. وأنا لحد هلا ماني فهمان ليش بدك تقتل أمه وأبوه. أخوي يا عم تقلي داخلي على عضك يا عمي، لا تخليهم يحبسوني. لو كنت بعرف ما كنت قاعد عند اسمك. ابني وين راح؟ يا نور عيوني، يا مغدور، يا يابي. لما بيجاك درسك بتقلعي من شرشه. بس من اجاك ولد لبسه اياها وخلي كل الناس تشوفه معلقه على بقشته لحتى يباركوا لك فيه وتحرسه من العين يا ضو عيوني. انت لك الله لا يخليني اذا بخلي واحد منهم ينفدوا. كل واحد اجر بحبسي له يوم راح حاسبه.